وقبل ما اتكلم في الاخبار النهارده، اخبار النادي الاهلي النهارده، ثلاث اسماء لازم اتكلم عنهم، لانهم كانوا اسماء فرقوا كتير جدا جدا جدا. اولا منهم اسمين مع منتخب كره اليد النهارده. منتخب كره اليد النهارده وصل لنقطه 3 بعد تعادله مع منتخب المجر في مباراه ماراثونيه الحقيقه، ومباراه صعبه جدا جدا جدا، ولكن استطاع المنتخب، احلى مباراه لعبها منتخبنا الوطني لكره اليد النهارده. ولكن الاسم الاول محمد عصام الطيار. الطيار حارس مرمى النادي الاهلي، هو من مواليد بالمناسبه 96 اللي في الصوره امام حضراتكم. محمد عصام واحد من افضل اللاعبين اللي مع منتخبنا الوطني الحقيقه النهارده، والنص ساعه الاخيره او الربع ساعه الاخيره اللي لعبها في مباراه منتخبنا امام الارجنتين، المباراة السابقة اللي كسبناها 22-20، عمل إنجاز كبير جدا 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 الحقيقة الطيار في المباراة السابقة. ولكن قلنا طفرة، احنا طبعا كأهلوية عارفين مستوى الطيار، واحنا قلنا يمكن، مش احنا قلنا، الناس قالت يمكن طفرة ولا عمل كده ولا أي حاجة، لكن النهاردة في مباراة النهاردة أثبت هذا الحارس العظيم على الرغم من صغر سنه أنه واحد من أفضل اللاعبين أو من أفضل حراس المرمى، مش عايز أقول في العالم وأكبرها قوي، لكن هو واحد من اللاعبين الجيدين جدا. في إحصائيات النهاردة بالمناسبة، في إحصائيات النهاردة هو رابع أفضل لاعب أو أفضل حارس مرمى في العالم. في العالم. في إحصائيات النهاردة كابتن خالد العوضي لسه بيقول لي، طبعا كابتننا الكبير كابتن خالد العوضي بيقول لي على ان هو في الاحصائيات اللي طالعه النهارده بعد المباراه هو رابع افضل حارس مرمى في العالم. اذا احنا بنتكلم كلام حقيقي. هذا اللاعب الحقيقه تالق النهارده، انا قاعد في المباراه من الساعه 7 للساعه 9 بتفرج على المباراه، مفيش اي حاجه تانية، الواحد مركز في المباراه لان ده في الاخر بيلعب باسم بلدك. محمد الطيار النهارده عمل حاجه جميلة جدا جدا جدا، خلتنا نبقى قاعدين واثقين ان احنا هنقدر نفوز وهنقدر نحصل على الاقل على نقطة، لولا للحكم عمله في اخر دقيقتين ثلاثة والخطأ الإداري أو الخطأ اللي حصل بنزول لاعب من منتخبنا الوطني في الوقت اللي المفروض ما كانش ينزل فيه، هنبقى نحكي بقى في القصة دي بعدين. لكن الطيار النهارده أنا بقى أحيي هذا اللاعب الرائع، هذا اللاعب أو هذا مستقبل مصر الحقيقة خلال الفترة اللي جاية، محمد عصام الطيار مواليد 96. الاسم الثاني اللي عايز اتكلم عنه علي زين. علي زين الكل يعلم من هو علي زين، وكل الناس عارفه انه كان لاعبا في النادي الاهلي، وحاليا هو محترف في الدوري الاماراتي في الشرق الاماراتي تحديدا. علي زين خد افضل لاعب في المباراه. مفيش مشكله، عادي طبيعي، اي حد ممكن ياخد افضل لاعب. لما علي خد الجائزه، شوفوا الجمال، لما علي خد الجائزة بعد المباراة على طول، اللقطة دي أنا وقفت قدامها كتير جدا جدا لأن فكرتني بحاجة هبقى أتكلم عنها دلوقتي. علي زين خد الجائزة وراح لمين؟ راح لمين؟ عايز أسمع، مش سامعكم. راح للطيار، إداها له وقال له اتفضل الجائزة دي من حقك لأن أنت كنت سبب رئيسي في تعادل منتخب مصر مع هذا المنتخب القوي جدا منتخب المجر. اللقطة دي الحقيقة ما تطلعش غير من ولاد النادي الأهلي. ولاد النادي الأهلي اللي فكرتني بإيه بقى؟ اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، فكرتني بحسام غالي وعماد متعب. في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك، وفاز النادي الأهلي على نادي الزمالك في هذه المباراة وأصبح بطلا للسوبر. عماد متعب من المفترض إن هو كابتن الفريق، وكانت الشارة صحبت من الكابتن حسام غالي في ذلك الوقت. وعماد متعب عمل ايه؟ عماد متعب خد الكاس وقال لك لا، خد يا حسام وانت اللي شيل الكاس، ولازم انت اللي تشيل الكاس، وشالوا الاثنين الكاس مع بعض بغض النظر مين فيهم اللي موجود او مين فيهم اللي عمل الموضوع ده، ولكن هي روح مزروعه داخل كل لاعب النادي الاهلي. كل لاعب النادي الاهلي في كل الرياضات. النهارده المثل اللي ضربه لنا علي زين الحقيقه مع الطيار
حاجه تفرح. كل الناس كانت مبسوطه، اهلاويه وزملكاويه واتحادويه واسماعيلاويه وكل الناس كانت مبسوطه جدا جدا من هذا المنظر. كل الناس قاعده تسقف، يعني احنا انا كنت قاعد في مجموعه في وسط مجموعه من الناس بنتفرج على مجموعه من الاصدقاء يعني بنتفرج على المباراه، الناس قاعده تسقف لما علي زين ادى الجائزه، لان احنا كلنا قلنا ان الطيار هو اللي يستحق الجائزه مش علي. علي طبعا لعيب كبير وخد الجائزه في المباراه السابقه، ولكن النهارده تحديدا الحقيقه كلنا كنا سعداء جدا جدا، خصوصا بقى ان احنا بننتمي لهذا النادي، خصوصا ان احنا بننتمي لهذا النادي بهذه الاخلاقيات اللي احنا دايما متعودين عليها وحصلت قبل كده 5-6 مرات. الاسمين دول بالنسبه لي النهارده كان لهم دور كبير جدا 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 في دخول بعض الفرحه، حتى لو كانت فرحه يمكن اقل من كره القدم طبعا كلنا عارفين، ولكن فرحة دخلت قلوب المصريين بسبب محمد الطيار النهاردة وعلي زين واللافتة اللي عملها مع محمد الطيار بعد المباراة بإهداء جائزة أفضل لاعب في المباراة. لأن كل مصر الحقيقة كل ما أكلم حد يقول لي شفت الطيار عمل إيه؟ شفت الطيار عمل إيه؟ شفت الطيار عمل إيه؟ الحقيقة أهلاوية وزملكاوية وكل الأندية الحقيقة مش أهلاوية فقط، ولكن لافتة رائعة.